موعدكم رح نتابع فقراتنا ومحطتنا التالية مع زون بيوتيوب. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. كيفك اليوم؟ تمام تمام. كيف عم تودع الصيفيه؟ عم ودع الصيفيه بحزن كبير، خلصت الصيفيه نرجع على المدرسه. شو عم ودع الصيفيه؟ بعد ما زيد شيء ما تغير شيء علي. لا بس بتحس انه خلص هيك الطقس بلش يتغير. اشتقنا للبرد. وسقوط اوراق الشجر وبلش شوي شوي الخريف، ما بتحس في تغيرات؟ ايه اشتقت للشتويه. حلوه جدا. اشتقت للبرد، اشتقت لانه عن جد بالصيفيه يعني قد ما قطعنا بشوب هالفتره يعني كانت حمام ست سبع مرات بنهار وبعدك انه ما في في شيء غلط يعني. حمصنا. بقى عن جد يعني انبسطنا. كان لها فتره حلوه كثير تسلينا، هلا نقلنا على الشتويه اكيد. ايه ان شاء الله تكون شتويه قارصه. حلوه. بحب البرد انا شو. المهم تكون كلها شتا ومي تخيلك بليز. عن شو بقى نحكي اليوم؟ غدا اليوم اول شيء رح نبلش نحن بفيديو تبع واتساب، مثل ما بنقول للمشاهدين تبعنا نحن بيجينا فيديوز على واتساب يبعثوا لنا اياهم على الرقم اللي بيقطع على الشاشه، بنشجع كل الناس يبعثوا لنا فيديوز، شو ما اجاهم لينك او حتى فيديو بتعرف بيصير فيديو بيصير بيقطع من شخص لشخص لشخص، يبعثوا لنا اياه كمان بهالارقام، بنحطهم على التي في، نحن صرنا بالرقم 30 بالفيديو اللي بعثنا اياه المشاهد، بنحضره مع بعض. مساج كده يعني هيدي الفيديو كان الكات مساج عم بعثوا لنا اياه عم تعمل مساج للبتين الثانيه اكيد يعني اليوم رح نبلش نحكي بالموضوع تبعنا مثل ما نبلش كنا بالعاده فيديو واتساب رح نبلش نحكي بالموضوع تبعنا الموضوع تبعنا هو الجو برو مومنتس اوكي انا بفسر للمشاهدين اول شيء اكيد اتس فيري كومن هلا صارت الجو برو مثل كاميرا عم نحكي عن حالها كاميرا نحن بس الجو برو عم نحكي عنها لانه عندها الادفرتايزنج تبعها كثير كبير لدرجه انه بتشجع الناس يروحوا يعملوا هيك قصص بيقدموا لهم الكاميرا بيقدموا لهم كل شيء بيقدموا لهم الفاسيلتيز بس انه انتم روحوا اعملوا سبورت فرجوا قد الكاميرا تبعنا بتقدر تعمل قصص، اكيد نحن مش عم نعمل دعايه لهم. لا بس انا موجوده يعني وقتها بتكون يعني في صارت اني اكشن كاميرا بتحكي عنها اكشن كاميرا بنعتبر انه كاميرا صغيره بتنزل معك تحت المي فوق المي بتطيري فيها بتوقع يعني حتى بالنازا بيستعملوا الكاميرايات كان في ارتكل عم بقريه من ثلاث ايام انه ضيعوا كاميرا بالفضاء رجعوا لقوها لهالدرجه ومصوره بحدود 76 دقيقه من الفوتج بالفضاء يعني كاميرا هايلي ديورابل يعني ما بتنكسر بسهوله بيستعملوها للسبورت لا يفهموا الناس يعني اي سبورت بيستعملوا الكاميرا مش حيلا ايه اكثر من الفيديو بس مثل ما كنت عم بتشوفي هلا انه كنت عم تحكيني كمان عن الشتاء هيدي من الاسباب اللي بحب الشتاء فيها كمان بتعمل سكي التلجات وهون عم نحضر كنا الفيديو كمان الفيديو يعني عم بتشوف الشخص عم على التلج كان باقي التلج عم يعمل سكي على التلج بتلاحظوا بتشوف الكاميرا اول شيء الديفينيشن تبعها يعني الاكشن اللي عم بيصور فيها بتسمح لك تصوري قصص كنا قبل نفكر انه يا ريت انا فيي صورها يا ريت فيها تقطع معي بالفيديو لانه بيكون انت عم تعيشي مثل مومنت صوره المومنت عن جد يو ونت تو تشيرش ات بتتركيه يبقى معك لفتره طويله او تفرجي انت يعني وقتها يكون واحد لحاله كمان صح يقدر يصور يعني حتى الناس اذا بيفوتوا بيعملوا سيرش تقول قصص اول شيء صارت ان اني سبورت داخل هالموفمنت يعني اذا عم نحكي عن دريفتنج اذا عم نحكي عن بوكسينج اذا عم نحكي عن حيلا سبورت صار في عندك ناس عم يستعملوا ذس ارت يعني يستعملوا يجربوا يصورون قد ما فيهم رح نكمل بثاني فيديو نحضر مع بعض
شيء غدا؟ ما فكرت فيها بعد. انه هلا عم تسالني السؤال. اذا سيف اتس نوت سيف، لانه هلا يعني وقت كنا نحضر لانه ما فيك تحكي انت عن شيء سيف يكون هالقد حلو. يعني مثل ما بيقول لك انه بس اذا عم تشوفه هيك مثل ما هو عم بيطير بتحسه مرتاح، هو مرتاح كانه عم يتمشى هون. بس يعني مثل ما بدي اقول لك وقت تاكلي، نحكي هذا الشيف، موضوع الشيف، اذا بتاكلي شيء فيه دهن كثير بيكون كثير طيب، بس منه سيف انه رح تنصحي اكيد. بقى هون السبورت تبعه اتس فن لدرجه انه اتس نوت سيف. يعني غلطه وحده عم تشوفيه عم يقطع فوق الارض هالقد، يعني الكاميرا الجو برو وقت عم تسمح لك كانت انه تقطع فوق الارض. الا اذا كان هو عم ياخذ هالقد ريسك يعني. It is very risky. It is very risky. بس كمان يعني كثير، ما في شك انه كثير حلو. بس شيء يعني عم بتطيري. فكر فيها شي 5 سنين. بس فكري فيها انه انت عم بتطيري. ايه اكيد هذا كان حلم الانسان انه يقدر يطير. هلا عم بتتحقق ما بعرف يعني تحقق معه شقفه منها، بس لازم نحققها كلها نقدر نطير. بصير طير على الشغل ووفي على جوا. ايه يا ريت. بنكمل مع اخر فيديو؟ ايه نحضر مع بعض. In the suburbs I learned to drive, and you told me you'll never survive. Grab your mother's keys, we're leaving. اخر فيديو كمان، شو رايك فيه؟ بتعرف الميوزيك، الميوزيك عم بتخلينا نحس انه شيء كثير كول وشيء كثير ما فيه ريسك ولا شيء. هي الغداء يعني وقتها مش ضابطه، بدك اكشن. ما فيك تحطي لانه عم يعملوا سبورت، بيج فيري بيج سبورت، يعني بدك شيء يريحك من تنميلي. لانه اذا حاطين الميوزيك اللي بتحمس بعتقد كنت رحت نطيت، ما بعرف حدا نط على البانيو تبعه، ما بعرف شو عمل يعني تحمس لهالدرجه. بقى نحن نقينا هلا السلكشن تبع الفيديوز لانه كمان عم نحب نفرجي كمان انه كيبابيلتي اللي وصلنا لها بالتكنولوجي لدرجه انه صار كل شيء يتصور. يعني كنا قبل نطلع بالسبورت، عم نحكي بالاكشن سبورت، يعني تطلع فيه من بعيد، بس بتصير تقولي شو هو عم بحس الشخص هو عم يعملها للسبورت. شفنا يعني بثاني فيديو انه كانه انت واقفه محله، وهلا صاروا كمان عم بيطوروا ال 3 دي، بركة صار فيك تعملي النطه وتشوف زي الشغله بلا ما تهزي من الاوضه. يعني بيكون هيدي كانت حلقه اليوم. هيدي كانت الحلقه اليوم، يعني ان شاء الله تكونوا حبيتيها. بحب ذكر المشاهدين اكيد يبعثوا لنا الفيديوز على واتساب، يبعثوا لنا الفيديوز لينك على يوتيوب، سوشيال ميديا كلهم مغطينه. نحن اف ذي فيل فري، لا دام فيل فري يبعثوا حالة لموضوع بحبوا يحكوا عنه او يحطوا الفيديو يطلع معنا. وبشوفك بعد شوي. بعد شوي جون رح نرجع لعندك. ميرسي، كثير مهضومين اكيد الفيديوز، رح ناخذ بريك كمان مره، خليكم معنا.